صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وزي ما احنا متعودين عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدأها بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن أبرزها تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة. أيضا التقى سيادته بمقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. تمام يا فندم، نزل موال محمد حلمي عبد الغني اللي هو 116 23. تمام يا فندم. القائد الكمين. تمام يا فندم. سلام طيبين. تمام يا فندم. تمام يا فندم. رقيب مقاتل بس المجد عبد العزيز من قوة اللي هو 116 فرقة 23 الجيش الثالث الميداني. تمام يا فندم. تسليع الشخص بندقية علي. تمام يا فندم. عاد فرق في المعهد اللي بالصف ده دوبر صف قد ايه؟ سنه وثمان شهور يا فندم. سنه وثمان شهور. تنزل اجازه كلها قد ايه؟ كل 16 يوم يا فندم. تنزل قد ايه؟ بنزل 8 ايام سياده. 16 و8؟ تمام سياده. انا كنت في نقطه زي دي من وانا صغير كده في سنك كده، كنت بعد 40 يوم انزل 5 ايام. اقعد كام يوم؟ 40 يوم سياده. وانزل كام يوم؟ 5 ايام. اه كان في عربيات بتتحرك ولا كان في طرق ولا كان في اي حاجه. متجوز؟ لا يا فندم لسه على وش خطوب. على وش خطوب؟ هتخطب يعني؟ هخطب سيادتك ان شاء الله. عندك شقه ولا لا؟ تمام سيادتك يا فندم. عندك شقه فين؟ في البساتين سيادتك. ده في الجيش ولا؟ تمام سيادتك. بتدفع كام استاذ شهري؟ بدفع 800 جنيه سيادتك. كتير ولا كويس؟ حلو يا فندم. لا صحيح. حلو والله. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل شاو جمعه الشاحنه القوات اللي هو 116 فرقه 23 سلاح الشخصي كازب ار بي جي اير 40 مل. تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمه يا فندم. شبر الخيمه. بقالك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص؟ 10 شهور يا فندم. 3 سنين؟ 3 سنين يا فندم. 3 سنين؟ بتشتغل ايه؟ شغال مع والدي في الصناعة الزراعية. ها؟ بساعده في الصناعة الزراعية. طب بتقرا وتكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب كويس يعني على قد مش اللي هو قوي برضه. ان هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا ونكتب؟ ان شاء الله يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك كتير زي وبعدين؟ اهو الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش من بس لازم نقرا ونكتب كويس. اكيد يا فندم. وال 10 اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت. اكيد طبعا يا فندم. فين محمد؟ فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال 10 اشهر. اكيد. شكلك نبيه يا ولد، شكلك نبيه. انت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ تقعد وقت قدامك. الوقت ده ما تضيعش ساعة منك انك تتعلم فيها وتاخد شهادة. لازم اشهد. ده رمز سيادتك يا فندم. لا انت رمز سيادتي ايه؟ انا حصل عليه. هجيبه محمد انا بكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجة. ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج على قوة اليوم 116. فرقة 23 مشاة ميكانيكي تسليح تخزي بنطية عليه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سواج يا فندم. ناس بس سواج ناس طيبين أو الصعيد. تسلم يا فندم. بقالك قد إيه؟ اديني سنة وشهرين يا فندم. فاضلك قد إيه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك دبلوم؟ ثانوية يا فندم. طيب مش عايز حاجة؟ سلامتك يا فندم. تمام يا فندم. كنت مقاتل بطل اسلام سريع يا فندم باللي هو 116 فرقة 23 ساعة الشخص بنطية عليه. منين يا اسلام؟ بالشرقية يا فندم. شغال ايه؟ شغال في فرن يا فندم. بتعمل كام في اليوم؟ 150 جنيه في اليوم يا فندم. متجوز؟ متجوز يا فندم. معاك تعليم ايه؟ دبلوم تجارة يا فندم. دبلوم تجارة. عايش مع والدك؟ اه يا فندم. والدك بيشتغل ايه؟ شغال يا فندم فلاح يا فندم. عندكوا أرض؟ اه
ها يا فندم. كم فدان؟ فدانين يا فندم. تشتغلش معاه؟ بشتغل معاه فندم برضه فندم. كده وكده يعني؟ اه. عندك كم اخوات؟ اخين يا فندم. بس؟ انا واخويا بس يا فندم. انتوا اتنين بس؟ اه يا فندم. ما شاء الله. واخوك اكبر منك ولا اصغر؟ لا انا اللي اكبر يا فندم. اكبر منه بقد ايه؟ اكبر منه بثلاث سنين يا فندم. هو في التعليم ولا؟ تمام يا فندم لسه في التعليم. كويس، مش عايز حاجة؟ شكرا يا فندم. صحيح. شكرا يا فندم. السلام عليكم. تمام يا فندم. جندي مقاتل كرولوس منصور جالس على قوة اللي هو 116 مشاة ميكانيكي، فرقة 23 مشاة ميكانيكي، الجيش الثلاثي الميداني، التسليح الشخصي والبندقية ليه؟ في حد بيدخل يا ولاد؟ حد بيدخل؟ أبو سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا يا فندم. صحيح. والله ما بدخن يا فندم. عايز أصدقك. أبو سعود. تمام يا فندم. بتدخن؟ لا والله يا فندم. تعالى كرولوس جنبي هنا، تعالوا جنبي حوالين مني يا ولاد. تعالى تعالى. تعالى قرب المجموعة دي. تعالى. أول ما اتخرجت من الكلية جيت هنا. عشت فيها دي أحلى أيام. عايز أقول لكم كلكم أوعوا تفتكروا إن الأزمة دي هتفضل كده. شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. الارهاب خلص ولا بخلص؟ خلص يا فندم. بمين؟ بينا يا فندم. بيكوا انتوا. وبرده الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا يا فندم. هم بيكوا. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم، هيبقى ايه تاريخ، هيبقى ايه تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص الرسائل دي. لما خلصت الارهاب وخلصت حاجات تانية كتير، ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. الهدف كله اللي انا عايز اقوله لكم، انتوا مع بعضكم هنا ومعاكم ضابط محمد ومعاكم باسل، يبقى في موضوعات تتكلموا فيها مع بعض، موضوعات مهمة تعرفوا لو في أزمة الأزمة دي ليه، والأزمة دي ممكن تتحل إزاي، لو في حد من زمايلنا عنده مشكلة نساعده إزاي. زي طبعاً اوعى تزعل يا شوقي. تمام يا فندم. زي مثلاً أخونا شوقي كده، نبقى إحنا قاعدين هنا ومعانا أخونا ونسيبه؟ ها؟ كل سنة وانتم طيبين. شكرا يا فندم. مش عايزين حاجة؟ شكرا يا فندم. أخبار رمضان إيه، بتاكلوا كويس؟ تمام يا فندم. صحيح. تمام يا فندم. أنا سعيد إن أنا شفتكم. إحنا أسعد والله. كل سنة وانتم طيبين. تمام يا فندم. خلي بالكم من نفسكم. تمام يا فندم. لازم برضه نبقى منتبهين. أوعوا تضيعوا وقت غير في اللي تبني جسمك، تبني عقلك، تفهم، تتدرب كويس طول ما انت قاعد كده. عشان تخرج من هنا يبقى انا لما اقعد لي سنتين استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت يا فندم. طيب هقول لكم على حاجه، عايز ساعتين خدمه، الخدمه دول تدريب، لما يجي حد هنصحي له قوي، لكن اقف كده بس ده مش كويس. والكلام ده انا كنت قلته وانا وزير عشان ابني رجال مقاتلين اشداء، من ضمن البناء بناء الجسم، بناء عقله، بناء ايه؟ عقله. عقله. نتكلم كلام مفيد مع بعضنا، ما نخافش من حد ابدا. ما نخافش يا اولاد من حد يا فندم. طبعا. ما انا هتقاتل ازاي؟ زي ما قاتلته قبل كده. كل سنه وانتم طيبين. اتفضل يا فندم. متشكرين.